خلينا ننفصل. كيف؟ يعني لسه نحنا ما بعرف إذا كنا مرتبطين أصلاً. لهيك هذا أحسن شيء لأنه لساعتنا ببداية الطريق. أنت شو عم تقول أصلاً؟ قلت خلينا ننفصل. القصة بتخص عرض الزواج البايخ تبع امبارح؟ لا ليكي، أنا عشت كتير علاقات مثل هيك، عم تفهمي؟ حتى مو اسمها علاقة، ما تسميها ولا شيء حتى إذا بدك. ايه بس إذا بتحبي تقليلي بهالطريقة يا أصلاً، تعال ماشي خلينا نعيش هيك علاقة، بقلك موافق. بعدين منتركها للوقت ومنبلش نزعل من بعض ومنرجع من نامهم فيه. يعني قصدي قلك أنت بالنسبة إلي مهمة فوق ما تتصوري، لهيك ما بدي إياكي تزعلي. أنت مين بتقول أتزعلني؟ ديفين بس ثاني اهدي شوي، عدي شوي. يا الله دخيلك حلو كتير. طيب أنت ليش جنيتي هلأ؟ أصلاً اوعك تحكي. لا أوفو أبي اللي ما بدي إياكي تزعلي، أنت مين بتقول لتاخد قرارات عني يا؟ ما دخلك. تعي لوين رايحة؟ تركني ما تلمسني ولا؟ ليش عصبتي كل هالقد؟ عصبتي ليش أنا تصرفت قبل ما تتصرفي؟ مو كنتي رح تنفصلي عني مبارح باليخت؟ إيه؟ ولا شو؟ عم بعطيك اللي بدك إياه، لشو هالانفعال؟ أصلاً انقلع.